كيف حالك؟ ايش اخبارك؟ اليوم رجعنا. اليوم رجعتوا؟ اه الحمد لله على السلامة. بسلامة. كيف العيشة هنا؟ في قصف كتير؟ اه يلا الحمد لله على السلامة ان شاء الله، دايما بصحة خير. طبعا هؤلاء ايش؟ نضل على نصره. والله انتوا اللي بتشوفوا الموضوع. يلا بالسلامة ان شاء الله. ان شاء الله ما بصيرش اي خطر. طبعا البنات هذول موجودات في مفرق حبيب. هذا هو مفترق حبيب، هذا شارع صلاح الدين من هان محطة دولة. طبعا هذا شارع النبيل، منطقة المصلبة، وهذا شارع الفاروق او الفرقان. هنا الفاروق، الفاروق. طبعا هذه المناطق هي في قلب حي الزيتون من الناحية الجنوبية، مناطق خطيرة للغاية. الاحتلال الإسرائيلي مستمر في قصفها وارتقاء الشهداء لا يتوقف. وصلنا إلى هنا وكنت بصراحة أعتقد أنه لا يوجد أحد، ولكن تفاجأت أنه في ناس موجودين عايشين رغم الخطر، مش بس عند مفرق حبيب ولا في شارع النديم، لا كمان باتجاه المصلبة، يعني على بعد أمتار قليلة من شارع ثمانية اللي هو شارع الموت. وحتى هذه المنطقة هي منطقة موت، لأنه في هذه المناطق الناس بتقصف وبتموت من خلال طائرات كواد كابتر، من خلال طائرات الاستطلاع، وحتى من القصف. طبعا حجم الدمار الموجود حجم كبير جدا، وهو مراكم من بداية هذه الحرب. يعني هذا الحي هو حي الزيتون الأكثر تعرضا للتدمير. طبعا حي الزيتون هو أكبر أحياء غزة من حيث المساحة، ليس فقط العمرانية، لكن طبعا في أراضي زراعية. بالحديث عن الزراعة، للأسف حي الزيتون الآن لا ينتج أي ثمار، وذلك بسبب الحرب الإسرائيلية وتجريف الأراضي ومنع الناس من الوصول لأراضيهم وأشياء أخرى كثيرة. ما علينا، أنا وصلت إلى هنا وأنا أشعر بالحزن على هذه الأحياء التي تحولت إلى مدن أشباح، ولكن وجود الناس وصمودهم هنا يعطينا الكثير من الأمل. التلفزيون العربي.